ده اكتر وقت بحبه في اليوم يا ست محروسه، لا حد يجيلي ولا اروح لحد، اقعد كده اشرب كوبايه الحلبه بتاعتي في هدوء وسكينه. حاسه اني عايزه افضل قاعده متنحه وساكته كده، محتاجه الصمت بدون زيارات بدون كلام. لو تعبانه وعايزه تروحي روحي انت، وانا خلي علاء يقفل ويلم. وانا ورايا ايه؟ اصلا مش جاني نوم. ماشي خليكي، بس اوعديني هتقعدي في صمت. كنت عايزه ارغي. مش كل اللي بيتمناه الواحد بيحصل. مساء الخير يا نعم. ازيك يا ياسين؟ ازاي؟ مساء الخير يا ست محروسة. الحمد لله يا ياسين بيه. بقولك يا نعمة، أنا همشي بقى، مش قادرة. هموت وأنام. هموت وأنام. الولاية اتهبلت، داخلين لنا الجو، فاكرين داخلين على وصلة تعطيف. بتمنى والله. مهم، صلاح جالي الشركة وهددني. كنت متأكدة. طب وإيه؟ خفت؟ أوي. أنا حتى جايز الخبط أوي محروسة. مساء الزفت. اهلا استاذ محمود، ازيك؟ لا اهلا ولا زفت. في ايه يا عم كراسي؟ متضايق يا نعمه، جايه فضفض. هنا ربي مش مكتوب لي اقعد لوحدي. ايه اللي حصل يا عم محمود؟ احكي لي. ابوكي ابوكي شتمني وضربني وطردني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ عديت عليه نلعب دورين شطرنج، لقيته قافل وشه، قلت له ما تفك وشك شويه، قال لي انت مال اهلك ومال وشي؟ ملعون ابوك لابو نعمه. قلت له الله، وايه اللي جاب نعمه دلوقتي في الموضوع؟ انت بتشتمني انا؟ راح رزعني بالشطرنج على دماغي وقال لي ادي اللي بيجمعنا، وراح ضربني بالشلوت وشتمني وطردني وقفل ورايا باب الشقه. انا ما سكتش، قلت له من ورا الباب عيب عيب يا سعيد يا مهزأ، ما تعملش معايا كده، احنا اصحاب. راح ردد عليا من ورا الباب المقفول وشتمني. عارفه شتمني قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي محدود. طب وايه الجديد يا عم كراسي؟ ابويا بقاله 100 سنه بيقول لك يا محدود. اشمعنى النهارده يعني ضايقتك؟ من اين اكتسبت هذه الكرامه يا عم محمود يا كراسي؟ ما هي مش محدود اللي ضايقتني، ولا انه شتمني، ولا انه رزعني على دماغي بالشطرنج. أنا الشلوط هو اللي وجعني. بتضحكي يا نعمة؟ أنا كنت عارف إن أنت هتقف في صفه يا بنت الكلب. أنا غلطان إن أنا جبت حد عندك هنا. ملعون أبوكي على أبوه. اصفخس عليكوا عيلة واطية. استنى بس يا عم محمود، اللي اتكسر يتصلح. أنت مال أهلك؟ هو أنت اللي اتضربت بالشلوط؟ أهلي؟ معلش حقك عليا. كويس انه مشي، انا دماغي هتنفجر من الصداع. خلينا قاعدين في هدوء. والله مين اللي قتل ابني يا نعمة؟ انتي؟ الكلام الفارغ ده، مش انتي قلتي لمنى انه اتقتل؟ ما انتحرش، مع اني كنت عماله تشيلي الفكره من راسي وقلتيلي ما اقولش حاجه لمنى، وبعد كده لقيتك واقفه في بير السلم انتي متوتره كده ومش مفهومه. مين اللي قتله؟
انت اللي قتلتيه يا نعمة؟ لا يا ست ماجدة، انا ما قتلتش محمد ولا كنت اقبل عليه الاذى، لاني كنت بحبه زي اخويا بالظبط، وكلامي مع منة كان بسببك انت اللي فتحت الفكره في دماغي لما قلتي لي موضوع الجواب وموضوع ماما ويما. اقري الفاتحه لمحمد الله يرحمه. لو على الكلام اللي انت لسه قايلاه دلوقتي انا مسامحاكي. يا علاء لم وقفل. اوامرك يا استاذ نعمة. قاعد بتلعب نفسك شطرنج؟ طب ما عم محمود كراسي كان بيلعب معاك، طردته وضربته وديته بالشلوت وقلت له ملعون ابوك لابو نعمه. طب نعمه مالها؟ انت بتتخانق مع صاحبك، انا مين؟ فتان. هو طول عمره واد فتان. انا اكتر وقت بتضايق منك فيه انه ما بتبقاش قاريني صح. عيب يا سعيد، ده انا بنتك، لا بيضحك عليا بورد ولا ببالونه ولا عمري بنسى حقي. انا مش زعلانه منك انك زعقت لي الصبح ولا انك شتمت عليا لعم محمود كراسي ولا انك قلت لي يا رب تخسري القضيه عشان انا كسبتها. أنا زعلانة منك إنك فهمتني غلط وظنيت السوء فيا. خايف عليك يا نعم. عارف يا أبو مفسحي، يمكن يكون ابن نوال يكون جاي ومجايب معاه دبدوب